والله صحيح انه لأن الانسان اذا حمل الصبي يحمل عليه، لا يلزم ان يجعل البيت عن يساره، انما يلزم الحامل لانه هو المكلف، وهذا ما كلف. ولذلك تقدم قول ابي حنيفه انه لازم شيء من الكفارات، وايضا تاخير البيع عقد الحاجه يجوز. حين قضى المراه لهذا الحد قال نعم ولا في اجر، لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها، والاصل عدم العلم بهذه القضايا. تاخير البيع عقد الحاجه لا يجوز،